صباح الخير ورباح، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده واسبوع جديد صباحيه الدزم. توحشناكم، نتمنى تكونوا بالف خير ومستعدين لحلقات من صباحيه الدزم كلها متعه وافاده، والمتعه ابتداء من اليوم ان شاء الله مع عرض ازياء مميز رفقه ليلى حديوي، عرض ازياء خاص بالمجوهرات المغربيه مع الاخوين حمزه ومصطفى الغزوي. مرحبا بكم معنا. يوم الاثنين كيف ما تعرفوا هو موعدنا مع فقره دي اي واي او صنع يديك مع وئام مقتد، اللي اليوم مقترح علينا كيفاش نعطيو حياه جديده للكراسي اللي عندنا في البيوت. معنا كذلك اليوم سي نبيل عياشي. صباح النور. صباح الخير سميره، صباح الخير المشاهدين. اليوم غنتحدثوا على واحد النقطه اللي صبحات رايجه بشكل كبير، اللي هي الاغذيه اللي تتحرق الدهون. غادي نشوفوا شنو هي واصلا واش كاينه شي بصح. بصح ولا لا؟ كاين واحد النسبه ديال بي معنا صباحيات ياك. معنا طبعا مراء التغذيه دائما تيكون عندكم موعد مع فقره الرياضه مع الكوتش ياسين. صباح النور. صباح الخير سميره، وكيف ما قال نبيل اغذيه كتحرق الدهون، اليوم داير حصه اللي حتى هي كتحرق الدهون، فيلو بيسيكليت بوغ الناس اللي كيكون عندهم بيسيكليت في الدار ولا في لاصال وما تيعرفوش كيفاش يخدموها ولا شنو هي الطرق اللي يديروا باش يوصلوا لهذيك النتيجه اكزاكتومون، يحرقوا هذاك الدهون بشكل سريع. دونك تنهضروا على الفيلو فيكس طبعا. فيكس بيان سور، ماشي اللي كيمشي في الزنقه. اكيد. شكرا لك سي ياسين. معنا طبعا وكالعاده ليلى شوي اللي غتختم لنا حلقه اليوم صباحيه الدوزان بالفن. اكيد سميره، صباح الخير. صباح الخير عليكم مشاهدينا. اذا اليوم كلكم اتصلتوا بنا على اساس اننا نستضيفوا فنانه مغربيه اللي عملت ضجه في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وكانت حاضره في عدد كبير من المنابر الاعلاميه. غادي تكون معنا دعاء اليحيوي المراكشيه على حقها وطريقها. مرحبا بها في بلاتو صباحيه الدوزان. نبداو حلقة اليوم على بركة الله إذا دائما بالفقرة القانونية كالمعتاد مع بروفيسور محمد جمال معتوق، خليكم معنا. بروفيسور صباح النور. صباح الخير سميرة. ورقتنا القانونية اليوم غادي نسلطوا فيها الضوء على التدابير التأديبية اللي يمكن للمشغل أن يتخذها في حق الأجير. واش نسميوها أستاذ؟ تدابير تأديبية هكذا تتم؟ عقوبة تأديبية. تأديبية. يعني الأجير ترتكب واحد الخطأ. هذا الخطا لا يرقى الى درجه الخطا الجسيم اللي كيسميوه بالفرنسيه لا فوت غراف. اذا هذا الخطا هو خطا ولكن ليس بجسيم اللي تيستدعي الطرد من شانه يؤدي الى الفصل عن العمل. اذا تيكون واحد الخطا ولكن المشغل ما بغاش يسكت، بغى يعاقبه. اذا جا المشرع قال له الى دار شي خطا ماشي حتى قد شويه، يعني قد القائمه ديال الاخطاء واش الجسيمه ولا ماشي جسيمه، تيدير له واحد العقوبه تاديبيه. هذه العقوبه التاديبيه خصها لازم، هذه قاعده، هذا مبدا كينص عليه المشرع، خص الناس كلهم يعرفوها، هو ان العقوبه التاديبيه خصها تجي بالتدريج. شنو معنى بالتدريج؟ يعني عندي رقم واحد خصني احترمها هي الاولى، عندوز العقوبه جوج، عندوز العقوبه ثلاثه، عندوز العقوبه اربعه. وهذه العقوبه تينص عليهم القانون، عارفينهم شنو هي؟ اييه نقولهم لك. اييه. العقوبه الاولى هي الانذار بالفرنسيه، الفرنسيه لافيرتيسمون. العقوبة يعني تندير الخطرة الأولى يدير خطأ ما يكونش جسيم، يعني خطأ كنعطيه إنذار. الخطرة الثانية إلا ارتكب خطأ آخر ولكن ليس بالجسيم، عاود خطأ، تيخصني نصيفط له توبيخ بالفرنسية أن بلام. الخطرة الثالثة إلا ارتكب عاوتاني خطأ ليس بالجسيم، تيخصني عاود نصيفط له توبيخ آخر أو نحوله من مصلحة إلى مصلحة أو المؤسسة إلى مؤسسة. مع الأخذ بعين الاعتبار محل سكنه، يعني ما نصيفطوش 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر بعيد على داره، غير يمكن لي نحولو من هنا. ولكن شوفي الإنذار توبيخ، التوبيخ الثاني، هذاك التوبيخ الثاني يا إما توبيخ أو نعطيه توقيف عن العمل اللي كيسموه بالفرنسية لا ميزا بي. شوف فين جات توقيف عن العمل، يعني ما يمكنليش نقول هذا مباشرة، دار خطأ نوقفوا على العمل 8 أيام، لا، دار خطأ إنذار، توبيخ، توبيخ أو توقيف عن العمل، ثم توبيخ آخر يرتكب واحد الخطأ، توبيخ آخر أو تحويل من مصلحة إلى مصلحة أو من مؤسسة إلى مؤسسة. نقدروا نقولوا بأن كل أجير في رصيده مجموعة من عنده تعبئة مخصوص يحولها. تعبئة، فوالا، هاد التعبئة تيبدا دائما بالأولى، يعني لا جاه إنذار
عارف راسو المره الجايه غادي يجيه توبيخ. اييه. يعني ما يبقاش يجي انذار واحد اخر. لا صافي انذار سالينا غيجي توبيخ ومر توبيخ، توبيخ اخر او توقيف عن العمل، وموراها توبيخ اخر او تحويل من المصلحه او من المؤسسه. وإلا ارتكب الخمسه خطرات خمسه الخمسه خطا في نفس السنه، في نفس السنه تيمكن له يدوز ديك ساعات الفصل، لان تراكم تراكمات عليه. سال الرصيد ديالو. وصل الخمسه، إذ الخمسه ممكن المشغل ولو الخطا ديالو ليس بالجسيم يمكن له يفصلوا عن العمل. إذا هادشي كله خصو يكون في مدة ديال 365 يوم مسترسلة. عندي سنة إدارية، اسمح لي. ماشي سنة إدارية، يعني سنة من بعد من النهار الأول اللي خدا الإنذار. أييه من النهار الأول. ومن تتكمل السنة واش تيمشي ذاك الإنذار ولا تيبقى؟ كونتور كنردوه أزيرو. واخا. بالنسبة للأخطاء. غير هو اللي شائع، وعاد وضعي السؤال ديالك سميرة. واخا إلا بغيتو. حيت بزاف لا أكيد هاي هاي. اللي شائع بزاف وتيوقعوا الناس ضحايا ديالو بزاف هو كلمة جوج المشغل كيقول لك وقفني، خاصة في الأوراج ديال العمل البناء. تيقول لك أنا جالس مع عليا تجاتني ميزابي. ها؟ إذا تنقول له هذيك الميزابي غير قانونية باطلة. واخا. إلا مشى للمحكمة، إلا مشى للمحكمة ممكن يطلب الإلغاء ديالها والتعويض. واضح. حيث المشغل ما احترمش التدريج. هذا تيجاوب على السؤال ديالي الاول، يعني هاد المراحل ديال التوبيخ. هو كان خليتيني نتكلم غنجاوب على الاسئله ديالك كامله، ولكن صافي نمشي بحال هكا. لا غير تفضلي. السؤال ديالي واش يعني هذا تيعم كل انواع الوظيفه، يعني سريع على كل انواع الوظيفه. تكلمتي على البناء، يقدر يكون يعني كتهضري على القطاعات والمجالات والميادين. أه. اما ما كنتكلمش طبعا على الوظيفه العموميه، حنا كنتكلموا على الاجراء في القطاع الخاص. ما هو مهم اننا نصبر عليها. حرفي، فلاحي، هادو هما اللي كيخضعوا لمدونه الشغل. هاد الناس هادو هما اللي كنتكلم عليهم اليوم، ما كنتكلمش على الموظف. الموظف عنده النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه، ممكن نتكلم عليه في المستقبل. مهم اننا نشيروا لهاد النقطه هادي. سؤالي الاخر، عندي مشكل مع ماشي جسيم الخطا. شنو هي نوعيه الخطا وشنو هي المعايير اللي توقف عليها هاد السيد هذا باش يقول بان هاد الخطا جسيم او لا ماشي جسيم؟ واش كاين شي معيار في القانون المغربي اللي تيحدد لنا الخطا النوعيه ديالو؟ هو المشرع جعطنا واحد القائمة على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الحصر ديال الأخطاء الجسيمة. شنو هي الأخطاء الجسيمة؟ عطى أمثلة على سبيل ماذا؟ الاستئناس وليس الحصر، يعني ممكن يكونوا أخطاء واحدة أخرين. هي مثلا السرقة داخل العمل، هي الضرب والجرح داخل العمل، هو السكر العلني يعني في المحل ديال العمل، هو السب والقذف بين الأشخاص، ولكن ليس السب العادي، السب الفادح. ها لانسولت غراف، يعني لانسولت بوحدها ماشي خطا جسيم. واش غادي نعرفوا لانسولت غراف ماشي غراف؟ غير من منطقه واحده اخرى في المغرب راه الاسامي تتاخذ معاني اخرى. سبحان الله، ما ديما يتسالك. وهذا هو موضوع الامتحان اللي عطيت للطلبه، هو هكا الموضوع لانسولت غراف. يعني دابا كنقولوا لان صافي تعطى الامتحان وجاوبوا الطلبه واللي عطى الله عطاه، باش يعني شكون اللي قال هاد؟ اذا قدينا عاوتاني إذا قدينا النصوص ديالنا نقولوا شكون اللي قال هذا لانسولت غراف وشنو هي لانسولت ماشي غراف؟ إذا نفس السؤال اللي طرحتي عاوتاني هو لا فوت غراف، شنو هي لا فوت غراف وشنو هي لا فوت كي ني با غراف؟ ما هو الخطأ الجسيم والخطأ الذي ليس الجسيم؟ نسبي. المشغل يعتبر أن سلوك الأجير داخل العمل واحد سلوك معين كان خطأ جسيما. مثلا أنا كنتكلم غير اللغة الإنجليزية، أنا مدير عام أجنبي لا أتكلم إلا اللغة الإنجليزية، جات واحد الاجيره كتبت لي تقرير كتحتج عليا شي حاجه، كتطالب شي حقها وكتبت لي بالفرنسيه، اعتبرتها اهانه بالنسبه لي. انت عارفه اني كنهضر بالانجليزيه ومصيفطها لي تقرير بالفرنسيه، اذا عاقبتها وقلت لك هذا خطا جسيم. انت تعتبرها اهانه؟ ها انا كنعتبرها خطا جسيم. القانون تعتبرها اهانه. الاجير طبعا غيقول لك هذا ماشي خطا جسيم، انا كتبت له لانني انا اتقن الفرنسيه ونكون مرتاح في الفرنسيه، اذا غنمشيو عند مفتي الشغل. مفتي الشغل ممكن يعطي رايه، ولكن في اخر المطاف اللي كيحسم وله الكلمه الاولى والاخيره والقضاء. اذ القاضي هو اللي كيجي ويقول السلطه التقديريه. في طبعا الاجتهاد القضائي جا عرف الخطا الجسيم وقال بان الخطا الجسيم هو ذاك الخطا اللي كيرتكب الاجير. طبعا خصك تعرفي بان انت مشغل ممكن يرتكب خطا جسيم اللي من خلاله الاجير يمشي بحاله كيتعتبر راسه مطرود بمجرد ما المشغل يرتكب واحد الخطا جسيم. على اين اعتبره خطا جسيم؟ هو واحد الخطا اللي الى ارتكبه الاجير يستحيل استمراريه عقد الشغل، ما يمكنلكش تبقى معايا، حيت صافي الثقه بيناتنا انتهت، ما يمكنلكش، ما يمكنلكش تزيد نهار واحد. ها فهمتي؟ هذا هو التعريف ديال الخطا
الجسيم. بالنسبه للناس اللي تي في لي سوسيتي كيقول لك دو زافيرتيسمون ترويزام كتمشي في حالاتك. واحد مثلا خدام 10 سنين تيخرج بلا حساب بلا درهم بلا ما يقدر يتابع زعما ما هذه حلقه اخرى. لا لا ديال هاد الايام تي افيرتيسمون افيرتيسمون الثاني لا افيرتيسمون يعني انذار مورها توبيخ ومورها توبيخ او توقيف عن العمل. لكن هذيك الافيرتيسمون كتسينيها نتايا كتوقع عليها. غادي نجاوبك دابا غير على السؤال ديال واش يوقع عليها واش يستلمها ولا استلمها ماذا يعني هذا. وفي المره المقبله بغيت نجاوبك اللي خدم 10 سنين وجراو عليه شنو يدير. اذا ملي كيجيك انذار او تيجيك توبيخ كنقول لجميع الاجراء ما ترفضوش تاخذوا هذاك الانذار ولا التوبيخ خذوه مضيوا عليه. حيث الامضاء على التوبيخ لا يعني انك قبلتي الانذار او التوبيخ فقط توصلتي ولك الحق في الرد على الانذار او التوبيخ. وبل ممكن الثالثه راه الباب يخرجك عادي ماشي الثالثه السياسيه تبع معنا خامس خمسه ديال الاخطاء اللي هي غير جسيمه قلنا الانذار توبيخ الاول توبيخ او توقيف عن العمل توبيخ او تحويل من مصلحه الى مصلحه ومن مؤسسه الى مؤسسه والا ارتكبتي الخطره الخامسه عاد يمكن نفصل اذا كنجمع هادو كلهم تنقول لك صافي عييت مده سنه واحده مش غير تيقول لك صافي ارتكبتي بزاف ديال الاخطاء اذا يتوصل به ويمكن له يجاوب عليه يدافع على نفسه وممكن يمشي يدير شو كاين عند مفتي الشغل وممكن اكثر من هذه الا كان رافض ذاك الانذار او ذاك التوبيخ يمشي للقضاء ويطالب بالغاء ذلك التدبير او ذلك تلك العقوبه التاديبيه مع المطالبه رد الاعتبار والمطالبه بالتعويض. عدم توقيع الانذار شنو معنيته؟ الا ما وقعوش ما يوقع والو ما يوقع والو غير يبلغوا له بمفوض قضائي واحد. ولا يبلغوا له بمفوض قضائي سواء نفض او خذا يعتبر انه يتسلم. اذا من الاحسن نتسلم باش نقرا ونعرف شنو كي علاش كيواخذني هذا المشغل ونقدر نجاوب عليه. واضح. اذا دائما خذوا دائما خذوا المراسله اللي كتجيكم عند المشغل انذار او توبيخ خذها وجاوب عليها. واضح. شكرا لك بروفيسور محمد جمال معتوق. الى اللقاء في هذا الاسبوع ان شاء الله مع فقره عنده الحل دائما للاجابه على تساؤلاتكم القانونيه. لحظه غادي نمشيو عند وئام مقتاد فقره دي اي واي بقاو معنا. السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم مره اخرى في فقره دي اي واي. كنظن ان بزاف منكم اللي عندهم كراسه ديال لي طابلا مونجي اللي كيكونوا مغلفين بالثوب وغالبا هالكراسه كيطبعوا بالطبيعي ديال الماكله وهذوك الطبيعي اما كنكتفيو باننا نصبنوهم سوغ بلاص فوق الكرسي كنحطوهم شويه في الشمس ولكن شي ما كافيش لان مع الوقت ديك الطبيعي تيدبغوا والثوب تيشهب ولا شي مرات فقط كنبغيو غير نبدلو الديكور ديال لا سالا مونجي ولا غرفه الاكل ديالنا دونك ما كنعرفوش كيفاش نصلو هاد الثوب نحيدوه ونديرو ثوب اخر جديد. دونك الفكره ديال اليوم هي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نعاودو نغلفوه بثوب جديد. دونك الكرسي ديالي هو هذا ناخذوه كنقلبو. دونك بالنسبه لافيكساسيون ديالي ديال خاصني نعرف لو سيستيم دو فيكساسيون ديالو في بالنسبه لهاد لاشيز لاسيز ولا ستركتور ديال لاشيز. دونك لهنا عندي 3 فيس اللي شادين ليا لاشيز ديالي اللي هما هادو غنكتفي بانني نديفيسيون. دونك فوالا هنا استعملت لا فيسوز تقدروا نتوما تستعملوا غير تورنوفيس عادي بحال هذا به باش غادي تحيدوا لي فيس. دونك غادي نبدا نحيد هاد لي فيس ديالي بطريقه سهله جدا. دونك كنحيد الاول الثاني وهنا كنحيد عندي ثلاثه ديال لي فيس اللي شادين ليا باردون لاسيز كيكونوا يا اما جوج ديال لي فيس يا اما اربعه على حسب لو موديل ديال الكرسي ديالكم. فوالا دونك هاد لي فيس اون فوا حيدتهم كنحتفظ بهم ما كنضيعهمش لان بهم باش غادي نركب لاسيز مره اخرى ملي غنسالي. دونك هنا كنحيد لا ستركتور كما شفتوا كتحيد على لاسيز ديالي كنخليه دو كوتي. هنا كنجي كنلقى هاد الثوب اللي هو ان تيسيو دو فينيسيون اللي كيكون في الظهر ديال لاسيز. لاسيز هي هادي. هنا الثوب الاول اللي هو ديكوراتيف هاد التيسيو كيكون فقط باش كيخبي لنا العيوب اللي كتبقى من الثوب ملي كنجيو كناغرافيو. دونك هنا غنحتفظ به نحاول ما نقطعوش باش نحيدو كنحيد هاد لي زاغراف ان تورنوفيس اللي كيكون بلا بحال هذا. دونك كنجي هنا وكن بحال كنقلع هاد لي زاغراف اللي مشدود بهم هاد الثوب. دونك فوالا نفس الطريقه بالنسبه للثاني. انا كنت ديجا باش ربحت الوقت حيت كاع لي زاغراف كلهم. هنا نوريكم غير الطريقه كناخذوا اون بانس بحال هذه باش كنحيدوهم بهذه الطريقه. دونك فوالا
اون فوا حيدتو بديفينيسيون كنخلي حتى هو دو كوتي مع لي فيس. هنا لاستيوس اللي بغيت نوريكم هي انه ما كاينلاش نحيدو هاد التوب حتى هو، يسوفي باش نعاودو نطابيسيو ديريكتومون فوق منه باش منقصو علينا شويه ديال الخدمه. هنا اختاريت توب اللي هو عادي اوني يكون شويه قاصح، نتوما تقدروا تختاروا اي توب يعجبكم يعني فيه دي فلور ولا اللي غيتماشى مع لا ديكوراسيون ديالكم. دونك هنا كناخذ توب اللي يكون القياس ديالو فايت القياس ديال لاسيز، يعني ما كناخذوش بالضبط القياس ديال لاسيز، كنحاولوا ان التوب يكون فايت لاسيز ديالنا. دونك بهذه الطريقه هذه ديما كنخدم على لونفير. دونك هنا التوب الا شفتوا هو كبير شويه على لاسيز ديالي، دونك غادي نحيد الزائد ديال التوب بالمقص ونحاول نتبع لا فورم ديال لاسيز. دونك بهذه الطريقه كنخلي تقريبا واحد 10 ديال لي سنتيمتر زايدين. فوالا دونك كتقطعوا بطريقه اللي يعني ما غير كتبعوا لا فورم ديال لاسيز، ماشي بالضروره يكون شي مقاد، لان من بعد كلشي غيدخل لداخل وغيتخبى. فوالا بهاد الطريقه هادي. دونك غندوز لاغرافوز اللي هي هاد الاداه اللي كتكون جينيرالمون على التابيسي وتقدروا تلقاوها في اي محل ديال بريكولاج ولا عند دروكري ولا عند الناس اللي مختصين يعني في البيع ديال الادوات ديال التابيسري. دونك غادي نبدا ملي كنبغي نتابيسي لا شيز ديالي كنبدا بهاد لو بور هذا و لو بور لي اوبوزي يعني اللي مقابلين مع بعضياتهم. دونك كنجبد شي شويه التوب ديالي وكنبدا كندير واحد اون اغراف جوج حتى ثلاثه. دونك كناخذ الجهه الاخرى وكنجبد التوب ديالي مزيان، من الضروري انا تجبدوه باش تجي اون بيل فينيسيون في الاخر. فوالا بهاد الطريقه هادي وتنكمل هاد الجهه كلها. يعني ماشي بالضروره اغراف تكون حدا اغراف، يعني كتقدروا تخليو واحد المسافه ديال 5 ديال لي سنتيمتر بين كل وحده. فوالا بهذه الطريقه ندوز للجهه الاخرى حتى هي. كنخلي القناه كنخليهم هما الاخرين، كاين الناس اللي كيديروا الغلط انهم كيبداو بهم، خاصكم تخليهم هما الاخرين. دونك هنا كنجبد ديما التوب ديالي بهذه الطريقه هذه باش ما يكونوش عندي لي بلي. فوالا في طريقة سهلة جدا، ما كتطلبش واحد المجهود كثير، وفي نفس الوقت كتعطيكم حلة جديدة. دونك نفس الطريقة بالجهة الأخرى. دونك ديما التوب ديالي كنخليه على برا. فوالا دونك أنا غنوريكم هنا بالنسبة للقناة، بزاف ديال الناس كيجيو كيدخلوا واحد وكيديروا واحد فوق من واحد هكا، هاد الطريقة غلط، لأن علاش كتعطيكم كتخلي لكم واحد لو بلي هنا اللي من بعد كيبان عيب. هنا غادي نحيدوا الزائد ديال التوب اللي كيكون عندنا بهاد الطريقة، وكنبداو كنمشيو جهة بجهة بهاد الطريقة، يعني بحالا كنديرو دي بلي صغار، وكنجبدو التوب مزيان. وكنحاولوا ندخلوا لداخل. دونك هنا انا نكتفي بهذا القدر هذا، غنوريكم غير قنت واحد، نتوما في الدار كملوا القناه كاملين. غنعاودوا نركبوا لاسيز في الكرسي ديالنا وكنوريكم الطريقه كيفاش. باردون سمحوا لي نسيت واحد المرحله اللي هي مهمه، هو لو تيسي دو فينيسيون، كنت قلت لكم بلي نحتفظوا فيه نحتفظوا به باش نرجعوا. دونك ناخذ لاسيز في لو سونس اللي كانت فيه دونك وغنديرها بهذه الطريقه. غنوريكم ديما في القنت اللي انا خدمت فيه، غنجي هنا وغنبدا نخبي كاع العيوب ديالي. فوالا كيف قلت لكم انا ما غنكملش الطريقه اللي داخل الوقت، نتوما في الدار غتخدموها على خاطركم وتكملوا بنفس الطريقه اللي وريتكم. دونك غنخليو لاشيز ديالنا بحال هكا وغنقلبوا الكرسي، كيف ما حيدنا غادي نعاودو نرجعوه. فوالا دونك نجر لاشيز عندي هادو بهاد الطريقه هادي، نشوفوا انه تكون يعني هادشي كامل. نتوما هاد لي بتي ديفو كيف قلت لكم هاد القنت انا مازال ما خدمتوش، دونك غنركزوا بزاف على هاد القنت هذا. دونك اون فوا لاسيز ديالي تقادات غنعاود نرجع لي فيس اللي كانوا عندي، دونك في نفس الموضع اللي كانوا فيه كنحاول ما نبدلهمش. الطريقه دونك الفيس الثاني
فوالا. دونك هنا غتكون عندكم فكره على النتيجه النهائيه. فوالا نتوما غتخدموا لي ديتاي في الدار، يعني من الاحسن تعطوا اهميه للتفاصيل لان هي اللي كتعطي المنظر في الاخير. دونك هذا هو الريزلت فينال، هذه النتيجه النهائيه. كنتمنى ان الفكره تكون فاتكم ونال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فقره جديده مع افكار جديده. مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولينا نسمعوا كثير على بعض المواد اللي يزعم انها تتحرق الدهون بسرعه وبطريقه سحريه. بغينا نتاكدوا من الامر مع الاخصائي في الميدان بامتياز سي نبيل عياشي. شنو رايك بعد في هذه الادعاءات، واش صحيحه ام خاطئه؟ صحيحه وخاطئه في نفس الوقت. يعني ملي تنهضروا على اغذيه اللي تتحرق الدهون، نعم كاين اغذيه يعني اللي تتساعدنا باش اننا نتخلصوا من الدهون من الجسم ديالنا، ولكن تتبقى السؤال المطروح شحال الكميه. لانه يعني ربما ملي تنهضروا دابا على حرق الدهون ولا على ادابه الدهون، ربما تيمشي بالنا لاننا بحال شي تبصيل عامر بليدام وغادي نكبوا الماء سخون وداك الشيء غادي يهبط بالزربه وغادي يمشي. ماشي هكا تتم الامور. تيهضروا حتى على الماء سخون. الماء سخون خطا، وربما كنا شرنا له في عديد من الحلقات، هذه مساله اللي هي خاطئه. الماء تيساعد في اننا نتخلصوا من الدهون في الجسم ديالنا، ولكن ماشي الماء سخون، لان قلنا بان المعده ما تتخلي حتى شي حاجه تدوز الا ما كانتش في 37 درجه. فواخا نشرب الماء سخون ولا نشرب الماء مقلاصي بارد، راه ما غيدوش الا ما كانش في 37 درجه. الشحوم اللي تتكون راه تتكون على مستوى البطن، تتكون خارج المعده، راه ماشي ديك الماء السخون غيهبط وغادي يذوبها. هذه مساله اللي هي خاطئه. ملي تنهضروا على حرق الدهون، كاين ثلاثه ديال النقاط الرئيسيه اللي خصنا نهضروا عليها. تنهضروا على اغذيه ولا بلوتو على مكونات غذائيه، لان ما خصناش نبقاو نهضروا على اغذيه على غذاء، لان المعده كذلك من المعده اللي هي ما تنبقاوش نهضروا على غذاء، تنهضروا على مكونات غذائيه. فكاين بعض المكونات الغذائيه اللي تتساعدنا على مستوى المعده ولا على مستوى الامعاء ان تشد هذيك الشحمه وتتخرج على برا، ما تتخليهاش تدوز. هذه النقطه الاولى. نقدر نعطيك مثال، مثلا لابيكتين اللي كاينه في التفاح، او مثلا بين الاغذيه تتلعب هذا الدور بشكل كبير هي الدنجال. الدنجال مثلا تيدير بحال بونجا، تيمص لي هذيك الشحمه اللي كاينه وتيخرجها لنا على برا، ولكن بين قوسين لكن مقلي عبلة مثلا، فهمتي؟ دونك ملي غناخذو مقلي في الزيت بطبيعه الحال ما غيمكنش يزعلوك يعني طبق مزيان بطبيعه الحال. بطبيعه الحال الا ما كانش فيه نسبه كبيره ديال الدهون اللي غادي ندخلها للجسم ديالي، غالبا ما تيكونش فيه الدهون بزاف. نقطه الا كان مقلي بطبيعه الحال ما غنبقاش نستافد منه. لا لا غالبا مزيان يديروه اما مشوي يا اما مسلوق، اما مبخر. اما مبخر احسن. تفضل تفضل. لا مزيان، لا كاين جرتنا. النقطة الثانية اللي كاينة هو أن كاين بعض المكونات الغذائية تلعب دور ديال مضادات الأكسدة، وبالتالي تتساعدنا باش نتخلصوا من الدهون. يعني مثلا على رأسهم الفيتامين سي مثلا اللي تنهضروا مثلا تنقولوا الحامض تيساعدنا باش نتخلصوا من الدهون. كيفاش هذا الحامض غادي تساعدنا باش نتخلصوا من الدهون؟ أو البومبلوموس مثلا، لأن فيه بعض المكونات اللي هي مضادة للأكسدة، ومني تندخلوها الجسم ديالنا تتساعدنا بواحد النسبه اللي هي قليله انها نتخلصوا من هذيك الدهون. النقطه الثالثه هو مؤشر السكري، يعني الاغذيه اللي عندها مؤشر السكري هابط بزاف، او الاغذيه الى عقلتي سميره الا كنا تحدثنا على السعرات الحراريه اللي هي السلبيه اللي الجسم ديالنا خصو يحرق اكثر من انه من السعرات اللي تتعطيه. نعطي مثال الخيار مثلا، او ليشو، او البروكولي. علاش نهضروا الاغلبيه تيهضروا على البروكولي مثلا، في حين ان جميع الخضر اللي خضراء، ماشي خضراء في اللون ديالها، اللي خضراء في الطبيعه ديالها اللي غنتناولها كروديتي، تتساعدني نيئه، تتساعدني باش ان الجسم مثلا ملي غناخذ التبصيل فيه الخيار، خيزو، الخس مثلا، او سلطه ماروكان عاديه ديال البصله مطيشه، شنو غادي يوقع؟ الجسم باش يهضمها تيولي تيحرق اكثر من داكشي اللي غتجيب لي هذيك الشلاطه ديال البصله ومطيشه، وبالتالي فبطريقه غير مباشره تنساعد باش انني نحرق هذيك الدهون اللي عندي في الجسم. كنتكلم على شيء تيحتاج انه لان خصها تهضم هكذاك، لان باش نهضم مثلا هذيك البصله ومطيشه اولا البروتينات مثلا. علاش كنا تنهضروا على لي ريجيم ايبر بروتييني باش نعافوا؟ حيت البروتينات هي صعيبه في الهضم ديالها، الجسم باش يهضمها تيبدل طاقه اكبر. البيض كذلك، البيض ديال البيض من هذيك الطاقه اللي غادي تجي من عنده. ولكن الا تبعنا هذا الغيزونمون هذا، يعني غادي نقول انا غناكل بزاف باش الجسم ديالي يبقى على حسب شنو غتاكل. الا غتاكل لي بطاطا مقليه في الزيت، راه الجسم غيحرق واحد الكميه اللي هي اكس، ولكن انت غتجيب لي اكس بلس ايكغيك. واضح.
فهمتي؟ دونك ديك الكميه اللي غادي يحرق الجسم باش يهضمها من بعد غتجيب كميه كبار منها. حيت تنهضروا على الخيار مثلا 100 غرام ديال الخيار فيه 50 سعره حراريه، ملي تنهضروا على مثلا 100 غرام ديال الفريت غنعاود نقولها فيه 500 سعره حراريه. دونك كاين فرق كبير. واخا، وهذا هو السؤال ديالي سنابي العياشي، واش مواد بحال اللي تنشوفوا الحامض، سكنجبير، النعناع، الخرقوم، واش هاد المواد فعلا عندها هاد التاثير تماما؟ نعم سميره، كيف ما شرنا في الاول، كيف ما قلنا في بدايه الحلقه، بالنسبه للناس اللي ما كانوش متبعين معنا، يعني هاد المواد الغذائيه او هاد الاغذيه فيها بعض المواد اللي تتساعدنا باش نحرقوا الدهون اللي في الجسم ديالنا. تتبقى فقط الكميه، ماشي هي الكميه كيف ما تيتخيلوها الناس، تتبقى واحد الكميه اللي هي قليله اللي بالموازات معها ما تيخصنيش ندخل دهون اخرى، لان نقدر مثلا غندخل غنشرب عصير ديال البرتقال مثلا ولا عصير ديال الحامض، نعم فيه الفيتامين سي كيف ما قلنا قبيله غتساعدني باش نحرق الدهون، ولكن الا غناخذ معاه بتي بام الصباح راه بحال ما درت حتى شي حاجه. ماشي هذا هو المشكل. نعم. عندي هو شنو هي هذه الكميه القانونيه اللي مزيانه اللي نقدر بها نحرق الدهون. اولا باش نهضروا على حرق الدهون سميره، لان اللي كنت باغي نمشي فيه باش نوصل له ماشي مشكل، هو انا بقات واحد النقطه اخرى اللي هي الالياف الغذائيه. يعني هضرنا على الفيتامينات، قلنا الفيتامين سي انه ممكن التاكسد، هضرنا على لابيكتين مثلا اللي كاينه في التفاح، هضرنا على الى اخره، كاين واحد الماده اخرى هي اللي تنعتمدوا عليها بشكل كبير اللي تتساعدنا باش نحرقوا هاد الدهون بشكل كبير، لان تتخلصوا منها من الجسم ديالنا وتتخرجوا منها على برا، اللي هي اصلا مواد ما تتهضمش، اللي هي الالياف الغذائيه ولا اللي فيه بغا ليمونتيغ. علاش قلت لك ان الخبز نقدروا نردوا ماده اللي غتخلصنا من الدهون، فقط نزيدوا له الالياف الغذائيه. شنو هي الالياف اللي غنزيدوا؟ النخاله، نزيدوا له الزنجلان، نزيدوا له النافع، نزيدوا له زرع الكتان مثلا. وهادشي ما غيعطيناش سعرات حراريه اكثر؟ لا، علاش؟ لان شحال تزيد فيه؟ تزيد واحد الكميه، اصلا النخاله ما تهضروش فيها على السعرات الحراريه، الزنجلان شحال غتزيد؟ واحد نص معلقه صغيره مثلا ولا نص معلقه صغيره ديال زرع الكتان، هذه لا ناخذها بعين الاعتبار فيما يخص السعرات الحراريه، علاش؟ لان ما فيهاش حتى 10 غرام ولا 20 غرام. معلقه في العجين في 4 الناس ولا 5 ديال الناس، فما تناخذهاش بعين الاعتبار. بالنسبه للناس اللي تيقول لك كيف ما قلنا قبيله في بدايه الحلقه، غنشرب ماء سخون باش يذوب لي الدهون، غنشرب يترو ديال الحامض باش يذوب لي الدهون، مساله علميه نعم كاين واحد الكميه قليله ديال الدهون اللي تتحرق، ولكن ماشي هي اللي غادي تدوزني من 120 كيلو ل 80 كيلو. يعني تيبقى ان خصني نعتمد على واحد المجموعه ديال الاغذيه اللي غتلعب هذا الدور. ولكن الناس اللي عندهم دهون على مستوى البطن او اللي عندهم دهون على مستوى الارداف ولا اللي عندهم الوزن ديالهم زائد بشكل كبير، راه ماشي فقط النظام الغذائي هو اللي غادي يؤدي التخلص من هذه الدهون، ماشي الشرب ديال عصير ديال البور ديال الحامض في الصباح ولا ديال بومبلوموس هو اللي غادي يخلصهم من هذيك الدهون، غادي يساهم وغادي يساعد بواحد النسبه ديال 10% مثلا ديال الحامض، 10% ديال الالياف، 10% ديال هذه، ولكن تتبقى الحركه، القيام بالحركه بالموازات مع هذا الشيء هذا باش يمكن اننا نتخلصوا من الدهون بشكل عادي وباش نوصلوا للحرق ديال الدهون اللي بغينا حنا. والحركه هي اللي تنقترحوا عليكم اللحظه، فقره الرياضه مع كوتش ياسين. شكرا لك سنابي العياش. صباح الخير سميره، صباح الخير عليكم. كيف ما كتشوفوا الحلقه ديال اليوم خصنا الفيلو البيسيكليت اللي بزاف ديال الناس يديروها في لاصال، سواء لاصال سواء عندكم في الدار، ولكن المشكل اللي كاين هو بزاف ديال الناس يديروا هذه الرياضه هذه ومن بعد تلقاو مشاكل في المفاصل ديالهم، في الركابه، في لي جونو. اليوم غادي نوريكم كيفاش قبل ما ديروا الفيلو، قبل ما ديروا هذه الرياضه هذه، كيفاش تريكلو الفيلو، كيفاش تقادوا الفيلو باش تكون الجلسه ديالكم مقاده. شوفوا معايا، غادي نبدا في لابوزيسيون. شوف، غادي نوقف حدا الفيلو وغادي نهز لاسيل الكرسي ديالي، نحاول نطلعوا في النيفو ديال لاونج ديالي فين كاين عندي هذا العظم هنايا. غادي نشوف حتى الكرسي تيقرب يوصل للنيفو ديال العظم ديالي وغادي نزير. بالنسبه للكيدون اللي في القدام، بزاف ديال الناس اللي تيعاني وعندهم مشكل في الظهر يمكن لهم يطلعوا الكيدون فوق النيفو ديال الكرسي ديالهم باش الظهر ديالو ما يضروش، باش الا هود ما يحسش بلا دولاغ في الظهر ديالو. بالنسبه للناس اللي ما تيحسوش بلا دولاغ و تيديروا البيسيكليت بشكل عادي، يمكن لهم يخليوها في النيفو ديال لاسيل ديالهم عادي. دونك شوفوا معايا، غادي نطلع وغادي نوريكم حركات، غادي نقترح عليكم واحد البروغرام اللي غادي ديروه نتوما باغمي لي ميور بروغرام اللي كي كنحسنوا فيه الدقه ديال القلب ديالنا، كنخدموا لا كونديسيون فيزيك ديالنا، وكنحرقوا بزاف ديال لي كالوري في وقت قصير. شوفوا معايا باش نتاكد بعدا بلي ان جالس مزيان، نحس بلي ديما لو جونو ديالي متنيه. الا شفتوا معايا هنايا تلقاو لو جونو ديالي متنيه. يلا عطيني ميوزيك شويه فيلو وغادي نبدا. شوفوا معايا، غادي نحط يدي وغادي نمشي غير بشويه، ديما لي جونو ديالي ما خصهمش يكونوا مفتوحين باش ما نحسش بالظهر ديالي كيضرني. داكوغ،
نخلي ديما الظهر ديالي واقف ونفتح الصدر ديالي. هذا لا بوزيسيون ديالي نورمال. مشي غير بشوية عليا. شوفوا ركزوا معايا، كاينين دي تكنيك اللي كيخليونا اننا نزيدوا في لا فيتاس. كيفاش خصنا نديروا هذاك لا فيتاس؟ فاش نبغي ندير في لا فيتاس كنحاول نخرج لي اونش ديالي، ما بقاش لداخل. لان الا درت لا فيتاس وبقاو لي اونش ديالي لداخل غادي نضرب الظهر ديالي، غادي نخرج شويه وغادي نمشي شويه بلا فيتاس. نزير شويه لا ريزيستانس ما نخليهاش خاويه، نحاول نزير شويه 1 2 1 2 1 2. نخلي ديما لي كود ديالي لداخل والظهر ديالي واقف. شوفوا معايا، غادي نزير شويه نطلع الفوق. نحاول ديما نلعب بالثقل ديال الجسم ديالي، نحاول نلعب بها على اليمين وعلى اليسار. نبقى ديما سوبل وما نزيرش راسي. 1 2 1 2. شوفوا معايا فاش غادي نبغى ندير لا فيتاس وانا واقف شنو اللي خصني ندير. ما كنبقاش في هاد لا بوزيسيون هاد. لان هاد لي تكنيك هما اللي تعطيو لو شونجمون، ما تخليونا ناميليور هذيك لا كونديسيون فيزيك ديالنا. شوف غادي نزير شويه، خليكم معايا. شوف فاش غنبغي نزرب شنو غادي ندير. حاول ديما نتنفس ما نخلقش لا ريسبيراسيون ديالي. شوف نزيد القدام ونزيد في لا فيتاس باش نزيد القدام ونخرج القدام. الا لاحظتوا خرجت لو بوا دو كور، الثقل ديال الجسم ديالي درتو لقدام ما خليتوش اللور، لان نشونجي لا فيتاس سي نورمال. هنا الضربه ديال القلب غادي تطلع. نحاول نزير يدي على الكيدون ونمشي بلا فيتاس. جا مشي غير بشوي عليا. شوفوا معايا شنو غادي ندير دابا. نرجع اللول خليها هي نيت ونزير. دابا انا جالس ولا ريزيستونس ديالي مزيره، شنو خصني ندير؟ نرجع لي اونش ديالي اللور داكوغ باش نخدم العضلات ديال الرجل ديالي، وفي نفس الوقت حتى العضله ديال القلب كتخدم. خليكم مزيرين معايا. شوفوا معايا انا غادي نحس بالعضلات ديال لي اونش ديالي كيتزيرو، لي زيسكيو لي مولي ديالي تما كيخدمو حيت مزير. دابا مزير، شوفوا معايا شنو غادي ندير. مزير نسي غير نخلي الظهر ديالي واقف. 5 4 3 2 1 فوق رجع لتحت. 8 7 6 5 4 2 en bas. Le même. هيا جايه. عاود نرجع لتحت. كيف ما شفتوا قبيله درت لا فيتاس الفوق، دابا غادي نديرو لتحت. تحت. كنخرج لي اونش ديالي وندخل لي جنو ديالي لداخل. هكا غادي تحس برجلك كيدورو غابيد. 30 سكوند. Encore 8, 7, 4, 3, 2, stop, fuck. Il me fait le bras si je dis qu'il y a un tel fuck, zir, je suis à la résistance, je suis à le rythme. La hibna, bzef, bien, ce qu'il y a de dire au halaka, là, je m'en dors, je 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 كنبقى ديما تلعب بلوكور ديالي وفي نفس الوقت كنتنفس. سوبر. حاجه اللي غادي نوضحها لبزاف ديال الناس، هما فاش يبغيو يديروا الفيلو تيبقاو يلعبوا بيدهم وهما تيديروا هذاك لو موفمون، تيهود بالكود ديالو تيطلع اولا تيبوجي على اليمين على اليسار. ان مومون دوني تيحس
بزاف كيحس بلي دولور في لي جونو ديالو في الدار ديالو. نحاولوا نيفيتيو هاد لي موفمون، نحاول نخدم فيكسي، نزير يدي على الكيدون فاش نطلع، نحاول نقسم الثقل ديال الجسم ديالي على الفيلو، لان هي رياضه مهمه تحرق بزاف ديال لي كالوري، تتاميليوري لا كونديسيون فيزيك، تنحرقوا بزاف ديال لي كالوري في وقت صغير، ولكن نحاولوا نيفيتيو لي موفمون اللي غادي يضرونا المفاصل ديالنا. نتمنى تكون استفدتوا معايا في هذه الحلقه، حلقه جديده ان شاء الله، موضوع جديد، ناركم بروك. جاء وقت فقرة الموضة، وكيف ما وعدتكم في بداية الحلقة اليوم غادي نستمتعوا جميع مع عرض أزياء مميز، عرض أزياء ما كاينش شي مرة مغربية كانت في المغرب ولا خارج المغرب ما غاديش تتبعوا ما غاديش يعجبها، لأنه يخص المجوهرات، المجوهرات البلدية والرومية كذلك الكل، مع ليلى حديوي والضيوف ديالها. صباح النور ليلى. صباح النور ليلى، ما شاء الله في البساطة ديالك وفي المجوهرات اللي لابسه حتى هما. صباح الخير سميرة. صباح النور. صباح الخير لكم مشاهدينا. اذا انا فرحانه بزاف لان اليوم معنا ضيفين اللي غادي يتكلموا لنا على غنتكلموا على عالم المجوهرات البلديه، يعني شي حاجه اللي كتصوب هنا في المغرب. معنا الضيف حمزه ومصطفى الغزوي، مرحبا بكم معنا. مصطفى وحمزه. مصطفى وحمزه الغزوي، مرحبا بكم معنا. مرحبا. في صباحيه الدوزان اول مره. اذا اليوم غادي نهضروا على المجوهرات اللي بيان سور كيف قالت سميره كل مراه مغربيه يعني كتعشقهم، كتعشق هاد. انا بعد الاولى هانت ما قدرتش نبقى بلا المجوهرات المغربيه. دونك نتكلموا عليكم ونعرفوا دونك انتم بديتوا فوقاش بديتوا هاد عالم المجوهرات. هي السلام عليكم، هي البديه بدات في ورثنا مع هذا الاب ديالنا اللي كان هو صانع. وكنا في السهور ديالنا كان كيدينا الاتولي ديالو، كنا كنشوفوا كيفاش الخدمه كتخدم، كيفاش كتبدا من سبائك الى يعني صغار، يعني صغيره في العائله. لا غير صغار، غير حنا كنا كنشوف ايام العطل تما فين تربت فينا حب لهذه المهنه. وبدينا كنشوفوا كيفاش كتصاغ الماسوغات من سبائك الى حتى كتوصل كيف ما كتشوفوا. تبارك الله عليكم، يعني عندكم معمل ماشي غير البيع. لا عندنا المعمل. دونك تصوبوا ديك المجوهرات على حسب الموديلات ديالكم، على حسب الاختيارات ديالكم. نعم. كترسموا كتقادوا ديك كنديسينو بوحدنا. ملي بدينا كنطوروا ريوسنا بدينا كنفعل دابا الموديلات البلدي، كانوا في ايام الثمانينات والتسعينات خديناهم وحاولنا نديروا لهم واحد اللمسه لي مودرن اللي تقدر اللي تقدر تلبس شاك جور. ما تبقاش ما تبقاش راه هنا غير على المناسبات الكبرى بحال لابسه ليلى الشوي مثلا. ما شاء الله خير جولي يعني لابسه مع الرومي. هذا هو علاش كنلعبوا حنايا باش البلدي ما يبقاش غير محصور في نشجعوا المراه المغربيه تلبس البلدي ولا نقدروا نقولوا المجوهرات المغربيه، نخرجوا من البلاكارات ولبسوا حتى في النهار، يعني ماشي غير مع التكشيطه نلبسوا الذهب ديالنا ولا المجوهرات ديالنا. سي حمزه دوك انت مع الاخ ديالك في هذا الميدان، وشكون اللي كيرسم فيكم؟ شكون اللي كيجي؟ شكون اللي كي طاقم كبير؟ شنو كل واحد شنو المهنه ديالو الاختصاص ديالو؟ حنا عندنا ليكيب ديالنا اللي فيها ديال الريسيرش ديفلوبمون اللي كيكون معاهم دي ديزاينر اللي مصممين اللي ديما كيشوفوا الجديد، كيقلبوا يعطينا دي موديل كرياتيف اللي كيواكبوا الموضه اللي خارجه والموديلات اللي غيخرجوا جداد في السوق. وكتمشاو حتى مع يعني الموضه العالميه. الموضه العالميه وحتى مع شنو طالبين الزبناء. كنسافروا بحال دابا المعارض الدوليه كنمشيو نساكو فيهم، كنتحكوا شويه مع الموضه العالميه. انا تنشوف بحال دابا هاد لاباغي غادي شفتها علينا تتحمق، هذه بلديه 100% يمكن لعاودتو حييتوها من الزمان، من الزمان القديم، وحاولنا شويه نبسطوها شويه باش تجي خفيفه. خفيفه يمكن حتى تتفكروا حتى حتى في الماده كذلك. لا خفيفه في الوزن وحتى في اللبس ما يجيش ثقيل بزاف، لان عاوتاني سميره فاش كيكون ثقيل الذهب تيكون بون طالع في الثمن ياك. سي حمزه كيكون طالع في الثمن وفي نفس الوقت حتى في اللبسه مثلا توانكات البنات ما بقاوش كيبغيو يستعملوا التوانك اللي الاحتكاك ديالنا مع الزبناء خاصها ضروري يكون عندنا بحال هذا قلتي لارتيك اللي يكون شويه موان شير باش يكون في الاستطاعه ديالها باش تاخذه، يعني كنلعبوا على البوا وكنلعبوا اون ميم طون على الميزانيه ما خصهاش تفوت
تفوت واحد البيجي ديالها. يعني فاش كتجي عندك شي زبونه كتقول لك غتصاوب لي بحال هذا الخاتم هذا وما تفوتش لي هذا المونطاج هذا الثمن هذا ممكن هذه القضيه ممكن هذا الشيء هذا المعمل كيكون ساهل تقدر دير ديك الساعات اللي بغيتي تاخذ على حسب لو بوا اللي بغيتي هذا هو اللي تيميزكم لا هذا باش كتميزو حنا في السوق دابا فاش كتجي عندك الزبونه خاص تصاوب لي هذاك الشيء اللي بغات بالبيجي اللي بغات والكاليتي تكون هي زوينه يعني يكون مجوهره بس الموديلات يعني موديلات مغربيه مغربيه موديل مغربيه هو ملي كنسافروا بحال دابا لاوروبا في المعارض كنجيبوا ديك اللمسه ديال اوروبا كنحاولوا حنا ندفعوا بها اللمسه المغربيه كيف ما كتعرفي المراه المغربيه مراه ذواقه كتبغي الاناقه تبغي تنفرد بكشي اللي خاص لها هي سي فري المراه المغربيه ذواقه بزاف وعندها مع كتعرف تختار لي بون بياس البياسات اللي كنستافدوا منهم كنستافدوا من المراه المغربيه ولا بد دوك نتوما كديروا تقريبا ما تديروش الجامون تديروا غير الذهب الذهب والديامون حتى الجامون لكن كثر الذهب والله جوايري حتى لا جوايري كنخدموها حتى لا جوايري واو شوفي هذا الفكرون هذا فكرون تصعدوا ليه ياك فكرون فكرون هذا رومي بلدي ولكن فيه لمسه روميه عجبتني هذاك ما عمري ما شفت بحالو هكا بهذوك السنيدي بات حس نسلات دوك اللي كتميزوا نتوما اكثر هو يعني الثمن وحتى الاحترافيه وحتى لي موديل اللي هما ما بين العصري و الرومي وحتى اليوم ملي كيجي عندنا كيجي ديريكت للمعمل هو كيجي عندنا لا فيتري نتوما في مدينه الدار البيضاء في مدينه الدار البيضاء كياخذ هذه ديرك انا بغيت نسولكم على حاجه واحده على المهنه ديال الصياغه ديال الذهب يعني عارفين بان هذه المهنه ديال صياغه الذهب متوارثه في المغرب وتبارك الله تتجلى فيها تعدد الثقافات المغربيه من امازيغيه من يهوديه من عربيه من اندلسيه فين تلقاو ريوسكم نتوما اكثر كما كتعرفي دابا المغرب فيه تنوع ديال الثقافات بزاف يعني حنا فاش كنبغيو نصاوبوا شي موديل ضروري كنرجعوا لي باز ديالو كنشوفوا بحال اللي كنشوفوا في الثقافه الامازيغيه ولا العربيه وكنحاولوا نتانسبيراو من دوك لي موديل ديالهم وكنجددوهم شويه باش يكونوا موديلات جداد و متناول المرأة المعاصرة انا ما كرهتش نشوف اللبسه ديال ليلى شتي ولا الشمار هذا الشمار اول مره تنشوف فيه جوهر ياك جوهر محرم ب جميل شيخ غزال ويعني ليلى خفيفه على الشوفه خفيفه هي اللي فكرت انها ديروا مع اللبسه ديالها روميه وتنهنيها عليها لانها جات شكرا سميره مودرن ما تمشيش بها لاي بلاصه حيت لان تبارك الله شي ثقيل شويه ولكن فريمون تري جولي عندك ان سي اس تميز فوالا كاين تميز هذا نقدر نخليه عندي زعما ماشي ولا بد نرجع لكم مثلا احنا تبارك الله عليكم على هذا العمل وعلى المحافظه ديالكم على التراث المغربي الاصيل لانه في البحث ديالكم على العصرنه عبر العالم بقيتم محافظين على التقليدي والاصيل وقمتوا بالدمقراطه ديال الذهب والمجوهرات شكرا لكم على سي حمزه ومصطفى الغزوي شكرا لكم على اللي جبتوا لنا الجديد ديالكم ودائما ما تبخلوش علينا المره الجايه نجيبوا المضمات على قد لي مانكان حيت ان شاء الله جاوا شويه كبار المضمات اللي دارجين بزاف على الموضه دارجين وشتي سميره المضمات ديالهم راه خفاف اها دونك دمقراطه فوالا تبارك الله عليكم شكرا العفو نورتونا ودائما باب صباحي مفتوح لكم تعرفوا حنا مع الذهب والعيش اكيد مرحبا بكل الفنانه في كل ميادين خصوصا الميادين اللي تتمس بالتراث المغربي الاصيل مرحبا بكم في اي وقت بقوا معنا مشاهدينا غادي نمروا اللحظه باش نختموا حلقه اليوم صباحيه الدوزان مع ليلى شوي والضيفه ديالها شابه متالقه وجميله جدا غادي نتعرفوا عليها اكثر اليوم بمعيه ليلى شوي صباح النور زلا صباح النور مره اخرى سميره حلقه جو شفتي جو مانيفيك هذا بلو شوا ديالك انت تبارك الله عليك انت عندك الذوق رفيع بزاف اذا اليوم كيف ما قلنا المشاهدين ديالنا بدايه الحلقه حاضره معنا فنانه مغربيه فاجات الجميع بالحضور ديالها وبالتالق ديالها وبالاداء ديالها وبصوتها الجميل جدا فاليوم حاضره معنا الدعاء اليحيوي اللي طلبتوا منا بزاف انها تكون حاضره معنا في برنامج صباحيات كنصبحوا عليك اليوم دعاء منوره البلاطو ديال صباحيات بالحضور ديالك يخليك ليلي الله يخليك صباح الخير ليلى صباح الخير مرحبا بنتي
بالجميع. انا عارفك اليوم جايه من مراكش، وقيلا شديتي الطريق مع 4 الصباح باش توصلي عندنا. فمرحبا والف مرحبا، كنشكرك بزاف لانك جيتينا اليوم من مدينه مراكش، لانك انت مراكشيه ياك ولا لا؟ مراكشيه. اذا انا عرفت بان الموهبه ديالك ما يمكنش تكون يلاه بدات البارح ولا الشهر اللي فات ولا هذه 3 شهور ولا عام، يعني الموهبه بدات من الصغار، من الطفوله، من الحفلات المدرسيه، من المناسبات هكا ياك ولا لا؟ هادشي كاين. كيفاش قدرتي تسقلي الموهبه ديالك؟ كيفاش قدرتي تكسبي هذا الحب الكبير ديال الجمهور مؤخرا؟ هو اول حاجه كنقول الحمد لله انه سي فري كسبت واحد الحب ديال الجمهور اللي هو اهم حاجه، كان هذا هو الهدف ديالي من انني يعني من البرنامج انه نكسب حب الجمهور. الموهبه سي فري ما كتجيش يعني من نهار ولا من شهر ولا عام. الموهبه انا من صغر، يعني ملي كنت صغيره وانا ديما عزيز عليا اي حاجه كتعلق بالغناء او التمثيل اون جينيرال، يعني اي حاجه فن. فيها فن. ومن بعد بديت كنطور راسي شوي بشوي، بديت كان دي فوا كناخذ ديكور غير سوغ انترنيت. مع مني درت كونسيرفاتوار مي كنت ديما كنتبع ديكور سوغ انترنيت، يوتيوب كنقلب والحمد لله. شنو كانت الميولات الموسيقيه ديالك لما كنتي كتسمعي؟ بمن تاثرتي؟ شنو هو اللي كنتي كتغنيهم انت بصوتك؟ كاينين بزاف ديال المغنيين القدام اللي كانوا كيعجبوني، منهم ايتا جيمس، كيعجبني توسكي، يعني توسكي اولد سكول قديم كان كيعجبني نتصنت ليه بزاف، وكنحاول انني ناخذ منهم دي تكنيك في الصوت، نتعلم منهم شي حويجات، وهذا الشيء وظفته الحمد لله دابا ونفعني. الحمد لله. اكيد هذه التجربه اللي شاركت المشاركه ديالك في هذا البرنامج بلا ما نذكروا الاسم ديالو، لانك تبارك الله يعني كان عندك حضور متميز وتالقتي وكسبتي كيف ما قلت واحد الحب كبير. شنو الاشياء اللي تعلمتي منها؟ شنو كنتي متوقعه انك توصلي للمراحل الاولى في هذا البرنامج وانك تنجحي فيه هكا؟ هو صراحه ما كنتش متوقعه. هو في الاول انا كنت داخله البروغرام على اساس نعطي كل ما عندي، يعني ندير جهدي وكثر، كنقول الا جاب الله يعني التيسير داكشي اللي بغينا، ما جابش الله راه انا غنكمل حياتي عادي. ولكن من قلتي غادي نكمل حياتي عادي، كيفاش كانت حياتك دعاء قبل ما تدخلي للبرنامج؟ كانت كاينه دراسه؟ كانت يعني كنتي كتمارسي الفن هكا ولا؟ هو انا كنت يعني بوغ موا لي زيتود باس افون تو، كنت كنقرا دايها في قرايتي الدار، مدرسه الدار. عندي ديبلوم في مانجمنت. كنت بصراحه جيت يعني فوكس غير في القرايه، ما كنتش كاع كنقول بلي راه شي نهار غادي يجي وغنشارك في شي بروغرام او حياتي غادي تبدل شوي بشوي. والحمد لله من بعد المشاركه في البروغرام، يعني من بعد الدراسه ما ساليتها عاد باش فكرت في لاكارير ديالي، دابا مركزه على لاكارير 100%. تخي بيان. بغينا نسمعوا هكا شي حاجه بصوتك، شنو ممكن لك تقترحي للجمهور ديالك وبالخصوص الناس اللي كيشجعوك هكا كل يوم على مواقع التواصل؟ شنو ممكن لك تهديهم هكا من صباحيه اليوم؟ نغني لهم اغنيه صغيره. مهم معايا الله جايه في الطريق. البارك if I should stay, I will only be the way, and تبارك الله عليك. انا عارفه بانك الاختيار ديالك ديال البرنامج اللي كنتي فيه، يعني كانوا عدد مجموعه من الاعضاء، انت مشيتي للسوبر ستار اللي كان هو راغب علامه ياك ولا لا؟ علاش هذا الاختيار ديال راغب علامه بالضبط؟ يعني كان تبارك الله كان عندك لو شوا. اكزاكتومون. هو من هذا المنبر كنبغي نوجه تحيه كبيره للديفا ديالنا سميره بسعيد، لانه هي كانت دارت لي بلوك، يعني
طونك دارت ليا بلوك يعني كانت باغيه يعني 100% ومقتنعه بيا. ولكن انا كيف سبق وقلت يعني في شحال من انترفيو انه من بين الاسباب اللي خلاتني نختار راغب على ما هو ماما، لانه ماما كان الحلم ديالها انها تشوفني في شي بروغرام. حيت الجيل ديالنا راغب على ما تكون ماما من الجيل ديالنا غتكون عايشه مع راغب على ما. اكزاكتومون. وهو تبارك الله الاغاني ديالو اغاني ديالو كانوا يعني حققوا نجاح كبير. صحيح. فيعني كان من بين افضل المغنيين عندها، وباش نحس براسي انه كنحقق لها داك الحلم واخا هي ما معاياش قلت نختار راغب على ما. ومن غير انه حتى فاش نزل عندي لاسين الى كنت الى يعني شفتو انه جا عندي سور سين قال لي واحد الكلام اللي فريمون قنعني 100%. قال لي بلي زعما كنشوف فيك المشروع ديال النجمه صاعده كامله، وانا هذا الكلام يعني اثر فيا في هذيك اللحظه اللي كنت شغسان. لانه فاش كتكون تماك في ذاك الموقف كتكون سنسيبل اقل ما هي حاجه كتاثر فيك. وانا هذاك الكلام يعني حسيت بانه جا ليا يعني ينطبق عليا في الوقت المناسب. الحمد لله. وتوكلت على الله واختاريته. الحمد لله. اذا انت دابا الان يعني تفتحت لك مجموعه ديال الابواب هنا ملي جيتي للمغرب، شنو هي الخطوات ديالك؟ شنو هي الجايه؟ شنو هي الاستراتيجيه اللي غادي عليها؟ انا بغيت وحاجه اخرى مهمه، واش غادي تغني مغربي ولا غتبقاي هكا في الغربي ولا شنو عطينا اخبار ديالك. بيان سور. لا هو شوفي في المغرب الاوكسيدونتال غير سي والله هنا في المغرب ما كيتصنتوش بزاف الناس، ما عندهمش يعني ريبيرتوار كبير. سي بيزار. الجيل ديالنا لا كان العكس، كنا بالعكس سنسمعوا اكزاكتومون بزاف. فدابا العكس يعني الناس ما بقاوش كيتصنتوا بزاف الاغاني اوكسيدونتال، فانا كنفكر انه نغني بالعربيه من مغربي يعني مغربي اللوني اللون الغربي افيك اون توش شويه اوكسيدونتال. تري بيان. دونك كاينه مشاريع جايه ان شاء الله. وهو يعني كنفكر نخرج سينجل ديالي، مي ما بغيتش نجي ونزرب وندير اي حاجه، بغيت فريمون العمل اللي غادي ندير او البرودوي اللي غادي نعطي للجمهور بغيتو يكون في المستوى، وباش يكون في المستوى خاصني نخدم عليه مزيان. سي بور سا سافا بخوندغ دو طون، ولكن الحمد لله غادي يكون عمل ان شاء الله غيكون زوين بزاف. الوغ دعاء، انت عشتي لحظات جميله واعره ما تنسالكش ياك في حياتك. كنتي بغيتي الام ديالك تشاركك معاها؟ شاركك معاك هاد اللحظات هادي؟ طبعا اي واحد فينا يعني صغير كبير كيف ما بغى يكون نوعه، اي واحد فينا كي يعني الام حاجه مهمه، يعني ماشي مهمه ولكن هي كل الكل في الكل. فاكيد انا يا كنت فرحانه، ولكن الفرحه ديالي ما عمرها كتكون كامله، لانه كنت كنبغيها تكون معايا، كنبغي انه يعني تفتخر بيا وتشوفني فين وصلت، والحمد لله كنحس بها انها معايا، يعني واخا ما كايناش كنحس بها في الداخل ديالي ديما معايا ماما. الحمد لله. الحمد لله. انت معك كل المغاربه دابا، كل الامهات، كل الامهات معك. كنشكرك بزاف على هذا المجيه عندنا الصباحيه دوزير. انا اللي كنخليش علينا بالعمل الجديد ديالك. بغينا انك ان شاء الله تقدمي حصريه لكل الناس ديال اللي كيشاهدوا صباحيه دوزير، ياك ولا لا؟ ولا طلبت منك واحد الطلب صغير نختموا شي حاجه في العربيه، شنو يمكن لك تقول لنا؟ هي اللي نختموا بها الفقره ديالنا ديال النجوم ونجوم. الوقت بإذن الله، هي اختارت الوقت اللي نقول المشاهدين بان غدا ان شاء الله غادي نتلاقاو بكم، وفي فقره امومه غادي يكون الضيف ديالي هو الدكتور فيصل الزرق. غادي نكتبوا غادي نتكلموا على الختان. فقره حميه دكتوره ماريا بن جلول مقترحه لنا وصفات صحيه بالشوكولا. نعم صحيه وشوكولا ممكن. طيف القفتان غادي تحضر معنا المصممه اسيا العالمي، وعرض خاص بالجلباب الكل والمزيد. صباحيه دزام، نهاركم مبروك. تفضلي يا بنتي. المهم نغني واحد الاغنيه تغنيوها معايا كاملين؟ ايه قدرنا ان شاء الله معانا. ايه الاغنيه ما عارفينهاش. لا تكونوا عارفينها. اليوم راني معاك غدوه تاني تمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك. اه يا قلبي شوف هواك ولا رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاك تبع رياح الحب وعندك حطني وداني وصاني وقلي صباح يا لا تنساه. هي يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوصنا لك ما لقينا. وها يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوصنا لك. تبارك الله عليك.